بعد أسبوع من المفاوضات التي أجراها البنك الوطني الأوكراني مع بعثة صندوق النقد الدولي، قال رئيس البنك ياكوف سمولي إن المباحثات توجت بتوقيع اتفاقية تضمن برنامجا جديدا للتعاون مع صندوق النقد الدولي. وأوضح سمولي أنه من المتوقع أن تستلم أوكرانيا الشريحة الأولى من برنامج التعاون التي تقدر بملياري دولار مع نهاية العام الجاري.